أهلا وسهلا أعزائي مشاهدي قناة فاس تي في آه في حلقة أخرى من حلقات برنامج مع الجمعيات. برنامج مع الجمعيات يسلط الضوء على العمل الجمعوي من خلال استضافة فاعلين جمعويين في الميدان من أجل الحديث معهم حول واقع العمل الجمعوي بالمغرب، الأهداف، الطموحات، التطلعات. اليوم نستضيف جمعية منى للتنمية في شخص رئيستها السيدة سعاد عياش. سيدة سعاد عياش، مرحبا ورمضان مبارك سعيد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا بلاتو فاس تي في ان على الدعوة الكريمة، ورمضان مبارك سعيد. أهلا وسهلا بك أستاذ عياش، يسعدنا أن نستضيفك في بلاتو فاس تي في ان في برنامج مع الجمعيات. كأول سؤال وكمدخل، من هي سعاد عياش؟ شكرا أستاذ. سيدة سعاد عياش من مواليد مدينة توريت إقليم وجدة 14/10/1973، خريجة معهد التسيير والمقاولة، باحثة في الجامعة شعبة علم الاجتماع، رئيسة جمعية منى للتنمية، كاتبة مجلس مقاطعة زواغة ومستشارة جماعية وعضوة في لجنة العلاقات الدولية بمجلس المدينة، ومسيرة لعدة مؤسسات تعليمية في مدينة فاس. بالنسبة للعمل الجمعوي، كان زاول العمل الجمعوي مدة 20 سنة. العمل الجمعوي اشتغلت في المنطقة اللي هي منطقة تعاني الهشاشة، اشتغلت ببرامج عديدة، من أهم البرامج التي اشتغلت بها وهي برنامج محو الأمية وبرنامج الإعداد الحرفي، وكذلك برنامج التعليم الأولي اللي كان لنا الشرف أننا يكون تأسيس نتاع التعليم الأولي بمنطقة اللي هي منطقة نائية، منطقة المرجة. كان لنا الشرف أننا نشتغل في المنطقة بتأسيس التعليم الأولي سنة 2015-2016 في إطار برنامج الارتقاء بالتعليم الأولي. كانت البداية بقسم، كان نجاح القسم في مدرسة ابن سينا الابتدائية بالمنطقة. بما أن سبق لي وتحدثت مع الأستاذ على أن جمعية منى للتنمية من الجمعيات التي تعتمد على المشاريع التنموية بالمنطقة، كانت عندها واحد المنظور، وبما أن التكوين ديالي تكوين تاع تسيير المقاولة والتدبير، كان دائما كنشوفوا العمل الجمعوي بالمنظور تاع المقاولاتي اللي باش أننا كنحققوا به تنمية المنطقة. خدينا المشروع وطرقنا أبواب عديدة، ومن أهم الأبواب التي طرقناها وهي المبادرة الوطنية. فتحت لنا الباب، وكانت شريك ديالنا في المشروع وإلى جانب الأكاديمية الوطنية، لأنها الشركاء كاملين والجمعية، حققنا أننا نوصلوا أننا نحققوا المشروع ديالنا والحلم ديالنا في المنطقة. وتبناو لنا أربعة أقسام بالسانيتير ديالهم، وكان مشروع ناجح بحيث كانت الطاقة الاستيعابية تل 200 طفل في المؤسسة، وهذا حلم تحقق في منطقة المرجة بعدة شركاء. طبعا السيرة ديالك الذاتية كتبان غنية، وقلتي أنك بديتي العمل الجمعوي هذه 20 سنة. تحدثينا كيف كانت البداية ديالك في هذا العمل الجمعوي؟ يعني 20 سنة رجعنا للوراء، غادي تكوني مازال شابة صغيرة، فاش انخرطتي في العمل الجمعوي؟ يمكن لك تحكي لنا على هذه التجربة. كما كتعرفوا أستاذ أن العمل الجمعوي هو عمل جمعوي، هو تطوعي. الحب تاع التطوع تربينا عليه من وحنا صغارين. نهار جاتني الفرصة أنني نكون مؤطرة في برنامج محو الأمية، ما ترددتش وخضعت للتكوينات. كانوا كيكونوا ناس في الميدان في وزارة التربية الوطنية، وخديت الآليات للشغل ومشيت في هذا المجال كمؤطرة في برامج محو الأمية. من بعد جات الفكرة أنني ننضم إلى جمعية، وكان لي الشرف أن أنضم لأول جمعية وهي جمعية الشباب الرائد. من هذا المنبر هذا كنشكر الرئيس ديالها اللي هو الشاب يوسف فتح. كنت كاتبة نتاع الجمعية، استفدت بزاف، استفدت من الخبرة ديالو تبارك الله ما شاء الله عليه. تما جاتني فكرة أنني ندير جمعية خاصة اللي هي جمعية منى للتنمية.
وكما قلت لك قبيله ان العمل الجمعوي دائما انا كنشوفه بواحد المنظور لانه يكون كاضافه للمنطقه. كنت دائما كنبحث على المشاريع، مشاريع اللي ممكن نرقاو بها المنطقه ونزيدوا بها القدام. من اهم المشاريع اللي كنا حتى هي ديناها كاضافه لمنطقه المرجة هو كان مهرجان الربيعي اللي كانت كتزخر به منطقه زواغه اللي كانت في المجلس السابق. ومن هذا المنبر كنشكروا السيد رئيس بوحرشه اللي اتاح لنا الفرصه اننا دخلنا في مباراه ان على تنظيم المهرجان فتح الباب للجمعيات وعلى كل جمعيه اللي تقدر تحط لنا برنامج اللي ينظم هذا المهرجان. وكان البرنامج اللي حطاته وقدمته جمعية مونا من أفضل البرامج، وقمنا بتنظيم مهرجان زواغة الدورة ديالو الثالثة. المجلس قطعة زواغة تفاجأ بأنني حطيت مشروع إلى جانب تنظيم المهرجان. المشروع وهو تنظيم فرقة نتاع لا بيركيسيون موسيقى الشوارع من ابناء المنطقه، لانني كنت كنشط في دار الشباب وكنت عارفه القدرات نتاع الشباب في الموسيقى في المسرح، لان كان واحد الكفاءات كبيره واحد الهوايات كبيره حاولت نسقلها لهم بالموهبه وبالتدريس. قررنا اننا نديروا فرقه وخديت التحدي على انه من البدايه ان شاء الله غادي تكون هذه الفرقه موجوده. وحاليا اسسنا فرقه ارت منافس اللي هي معروفه على الصعيد فاس وعلى الصعيد الوطني، كتقوم باحياء مهرجانات وهي الاولى في مدينه فاس. وانا افتخر انني انا من اسسها، او اعتذر ان جمعيه منى هي من اسست هذه الفرقه وتتكون من شباب منطقه المرجة. طبعا جمعية منى تأسست منذ سنة، يعني شحال من سنة هذه باش أسست جمعية منى؟ 2014. يعني من 2014 وجمعية منى تشتغل على المشاريع. من بين المشاريع اللي قلتي هو مشروع برنامج التعليم الأولي، يعني اللي كينصب وفق التوجيهات الملكية السامية بإحداث مراكز التعليم الأولي داخل المؤسسات التعليمية. انطلاقا من هذه التجربة ديالك، شنو يعني استفدتي من هذه التجربة وشنو من المعيقات اللي لقاتك بداية أخذك لهذا المشروع، مشروع التعليم الأولي داخل المؤسسات التعليمية؟ مشروع التعليم الأولي كان من أهم إنجازات اللي خدمت عليه الجمعية، وكان من المشاريع الناجحة اللي معروفة بها المنطقة المرجة. وكانت الأقسام التعليم الأولي اللي كاينة في مدرسة ابن سينا التابعة لمنطقة المرجة من الأقسام النموذجية اللي كانت المديرية الإقليمية، كانت المندوبية الإقليمية والأكاديمية كانت تعتبرها من الأقسام النموذجية. كانت كما سبق لي وقلت أنا كانت كطاقة نتاع الاستيعابية نتاع الأطفال تاع 200 طفل، كانت كتشغل أربعة المربيات وكانت كتشغل منظفتين بالاضافه الى مسيره. انا كنت كنسهر على تسيير الاقسام بمثابه المديره التربويه. سبحان الله كانت هذه التجربه ناجحه، ودليل على ذلك ان عندنا صفحه تاع التعليم الاولي الاقسام التعليم الاولي بن سينا كاينه في الصفحه الفيسبوكيه فيها عده مشاركين. كان جميع الانشطه ديالنا كانت توثق في هذه الصفحه. شاءت الأقدار أن نتفاجأ كمثلنا من الجمعيات أن يسحب منا المشروع، ولكن كجمعوية وكبنت المنطقة ما احتجيناش. لأن علاش؟ لأن المشروع لا زال قائما، وخدته جمعية أخرى وكتشتغل بالمسائل اللي كنا حنايا كنشتغلوا بها، وباقي الاطفال تاع المنطقه ديالي باقيين انهم هما اللي كيستافدوا من هذوك الاقسام. يعني حنا عاد كننتظروا اننا غادي نشوفوا اخر سنه شنو غادي يديروا معنا في هذا الموضوع. للاسف ما بقيناش حنا اللي كنجيروا المشروع، واخا حنايا اللي كنا اسسناه، ولكني اتمنى ان الصبح على هذا المشروع في مناطق اخرى، وعلاش لا انا كنفكر ان نتجهوا للعالم القروي ان شاء الله. اللي فهمت من الجواب ديالك الاخت سعاد هو انه بحال اللي لقيتي حيف من ان المشروع تسحبك ديال
التعليم الأولي داخل المؤسسات، واش تعطى لجمعيات أخرى بالنسبة للأكاديمية ديال التعليم هي اللي كتنتقل الجمعيات وكتخدم في هذه المشاريع، وبالتالي قصت جمعية منى من المشروع خصوصا أنها هي اللي بدأت الفكرة وهي اللي ربما بنات ذاك الأقسام ديال التعليم الأولي مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. في الحقيقة أستاذي ما نقدرش نسميه حيف، ولي كما سبق لي وقلت لك أن المشروع لا زال قائما في المنطقة، ولا زال أطفال المنطقة هم من يستفيدون منه ومن خدماته. الوزارة عندها نظرة أخرى أو وجهة أخرى، مازال ما عرفنا شنو فينا دي وصل الحل نتاع المشكلة هذا. الوجهة الأصح اللي كتشوفيها بأنها باش ترجع جمعية منى تستفيد من المشروع، يعني الوزارة ما خصهاش تقسم مثلا الجمعيات اللي كانت بدات في هذه المشاريع. بالحقيقة الوزارة عندها الحق في التتبع، وأنا كنقول أن الجمعيات اللي ما كتشتغلش وما نجحتش المشروع نتاع التعليم الأولي اللي كتجاريه ممكن أنها تصيفط إدارات، ممكن أنها دير توقف. أما نحن كجمعية وأنا كنشتغلوا بجمعية الشباب الرائد في هذا الإطار هذا في بنو سينا، حنايا ما عندنا لا إنذار، ما عندنا لا حتى شي ملاحظة. يعني حنايا كيقولوا لنا أنتم الأقسام ديالكم أقسام نموذجية، يعني نتمنى أنه الوزارة تعيد النظر في هذا الملف هذا. أستاذة سعاد، نخرجوا من العمل الجمعوي ونمشيوا للعمل الحزبي، شكون اللي خلى سعاد عياش تلتجأ للسياسة؟ خصوصا أنها هي معروف عليها أنها فاعلة جمعوية، يعني ربطت العمل الجمعوي بالسياسة. كما قلت لك قبيلة أنني كنخدم في برامج محول الأمية، كل سنة كنخرجوا 300 امرأة من الأقسام تاع محاربة الأمية. كما كتعرف أنا كرئيسة جمعية آباء الثانوية الإعدادية بنو عاشر عندي واحد تواصل مباشر مع الساكنة تاع المنطقة. تصور أنهم كيكونوا الانتخابات السابقة 2015-2000 كتجي عندك المرأة كتقول لك على من غادي نصوت، يعني بحال كيشاركوك معاك. نهار اللي جات هاد الانتخابات السابقة إلا قلت لك أن الساكنة هي اللي دفعتني، أنا الناس الساكنة تاع المنطقة هي اللي بغاتني وقالت لي أنك انتينا حنا كنثقوا فيك انتيا، حنا بغيناك انتي تكوني توصل لنا الصوت ديالنا. علاش؟ لان محمد حنا كنا كنديروا العمل الجمعوي، كنا كنوجهوا، كنا كنأطروا، كنا كنديروا مراكز الانصات، كنا كنوعيوا وكنثقفوا. يعني بحال مثلا ان فوا كنوصلوا شي ملف كنبغيو نخدموه، كنوصلوا واحد الدرجه مثلا كنمشيو للمؤسسه كنطرقوا الباب كنلقاو عراقيل. بحال شافوا فيا هذوك الناس ساكنه، وبالخصوص النساء شافوا فينا بحال مدام سعاد هي اللي توصل الصوت ديالهم للجهات العليا. استاذه، الفرق ما بين العمل الجمعوي والعمل السياسي، دابا انت هانتي جربتيهم بجوج، العمل الجمعوي هانتي فيه والعمل السياسي هانتي فيه، يعني ضروري انه كاين شي فرق بيناتهم. بالطبع استاذ، العمل الجمعوي ماشي هو العمل السياسي. العمل الجمعوي كما سبقنا وقلنا هو عمل تطوعي، هو عمل كيشتغل على التنمية نتاع المنطقة، هو فيما يخص ثقافي اجتماعي رياضي، عمل جمعوي كيركز على التكافل اللي وصل عليه الدين الحنيف، على العطاء. العمل السياسي هو كيخدم أجندات حزبية كما كنعرفو، وتا هو عمل وكيل. أنا كنشوف أنا لا العمل الجمعوي ولا السياسي كلاهما كيشتغلوا بالتنمية المحلية، على حسب ما كنقول أنا كلهم كيساهموا في التنمية المحلية وبالتالي تنمية البلاد. طبعا العمل الجمعوي يساهم في تنمية البلاد لأنه شريك استراتيجي في المنظومة، غير هو ما هي المعيقات التي تواجهكم في عملكم الجمعوي؟ أكيد أن مجموعة من المعيقات تعتريكم. كما كنت كفاعلة جمعوية ولا زلت فاعلة جمعوية، لأن العمل الجمعوي شي حاجة اللي كتجري في الروح وفي الدم وما يمكنش ما نكونش فاعلة جمعوية، كانوا كيعترضونا معيقات اللي هي كبيرة. مثلا كما كتعرف أنا العمل الجمعوي ما عندوش واحد الميزانية خاصة، كيعتمد على المحسنين، كيعتمد على شي ناس متعاطفين معك. بعض الأحيان كنا كندقوا على المؤسسات الكبرى أو المجالس المنتخبة باش أنهم يمدوا يد العون في المشاريع، في بعض المساعدات الاجتماعية، ما كناش كنلقاو صدر رحب أو الموافقة.
هذا هو اللي كاين. باش قلت لك انا العمل الجمعوي انا باش درته ما درتوش انني نستنى نطرق البيبان ونطلب المساعدات، كنا كنديروا عمل جمعوي اللي هو مربح باش يكون عنده مداخل باش نكونوا حنايا كان نحقوا الاستقلال المادي للجمعيه. وهذا هو الدستور 2011 اللي جا انه باش حتى انا العمل الجمعوي حتى هو يشارك في مشاريع تنمويه وحتى هو يساهم في تحريك عجله التنميه. سؤال اخر هو شنو يمكن لك تقولي للشباب باش نستقطبوهم للعمل الجمعوي؟ لان كنشوفوا عزوف الشباب عن العمل الجمعوي بشكل كبير، يعني في ظل هذا العولمه اللي كنعرفوها والناس كلها متجهت للانترنت يعني وكتمشي للصفحات الفيسبوكيه والزرقاء وما كتلقاش راسها انها تجي وتبدا في العمل الجمعوي، شنو هي الرساله اللي يمكن كتوجهها للشباب باش ينخرط في العمل الجمعوي؟ في الحقيقة أستاذ مؤخرا ولينا كنلقاو أن واحد الكم هائل نتاع التأسيس نتاع الجمعيات، كاينين جمعيات مؤخرا بواحد العدد كبير، ولكن إلا جينا هبطنا للأرض الواقع كنلقاو واحد الجمعيات اللي قليلة اللي كتشتغل بمشروع، اللي كتشتغل في تأطير الشباب، اللي كتشتغل على تصقل الموهبة نتاع الشباب، اللي كتنتشل المرأة من الفقر، اللي كتوعي الشباب عندهم عزوف. علاش؟ لأن أنا بعدا كنقول أنا ما كاينش المراكز مراكز اللي تستقطب هاد الشباب، بحال مثلا غير لاحظتي انا غير في منطقه المرجة كانوا عندنا دار الشباب وكان عندنا مركز الشباب والاعلام، دابا مركز الشباب والاعلام مسدود، كنمشيو للجهات شكون اللي مسؤول باش انه يحل؟ راه عندنا شباب راه كتعطى المخدرات، راه عندنا شباب انها عندنا الهدر المدرسي بغينا نديروا الدعم والتقويه، عندنا المشكل في المدارس انهم كيقريو التوقيت الثلاثي بسبب نتاع الاكتضاد، عندنا التوقيت الثلاثي ان الدري كيقراو واحد ثلاثة السوايع في النهار ما باقي من السوايع انه كيبقى في الشارع. في هاد المراكز هذا باش انها تكون هاد الشباب راه هذا هو راه مشكل عندنا، ماشي غير في المنطقه فين انني كنسكن فيها ولكن جميع الجمعويين اللي كنتلاقى معاهم وكنهضروا في هاد المشاكل، كاين نقص في المراكز وكاين نقص في المؤطرين. شنو هي رسالتك اللي توجهيها للمسؤول باش هاد المراكز تفتح؟ يعني ضروري من خلال هذا المنبر فاس تي في ان يعني وجه رساله للمسؤول عسى ان يفتتح مركز الشباب والاعلام بالمرجع كذلك دار الشباب. هو للاسف استاذي كنا كنطمحوا على انشاء مراكز اخرى الا اننا نتفاجأ باغلاق المتنفس الوحيد اللي كان في المنطقه. انا كان من هذا المنبر كنقول للمسؤولين يسارعوا بفتح على الاقل المراكز اللي كانت وفروا عليا اللي كنا كنشتغلوا فيها. دابا كانوا عندنا نوادد المسرح سدت، كانوا عندنا نوادد الموسيقى سدت، انا الفرقه ديالي دارت مونا كنت فاتحه نادي انني كنعلم شباب اخرين صغار، لان هاد الشباب اللي عندنا كان اللي تخرج مشى قرا، كان اللي تزوج، كاين خاصنا ان هاد الارت مونا خاصنا نجددوا فيها الشباب الطاقات الشبابيه اللي ما جا. دابا ما عندناش فين غادي ندربوا هاد التلاميذ، ما عندناش فين ندربوا فين نديروا الدعم تقوية المسرح. يعني أنا من هذا المنبر كنقول حابة يحلوا لنا غير المراكز اللي عندنا في المنطقة، عاد غادي نشوفوا وندقوا على مؤسسات أخرى أو مؤسسات كبيرة باش أنهم يزيدوا لنا مراكز في المنطقة. نتمنى الرسالة ديالك تكون وصلت للمسؤول. قبل ما نختموا طبعا عندي أسئلة غتجاوبيني عليها طبعا باقتضاب. سعاد عياش، لو لم تكن جمعوية ماذا كانت ستكون؟ لو لم أكن جمعوية سأكون محامية. محامية دائما أدافع على أنا دائما أدافع. هوايتك؟ الهوايات ديالك؟ هواياتي متعددة. بينها أنا خريجة المعهد الطبخ بريستيج وتقليدي عندي مع الطبخ، وقراءة الشعر الأمازيغي لأنني أنحدر من 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 الأطلس. علاقتك بالقراءة؟ هنا على قناة فاس تي في ان يقدم برنامج خير جليس، وخير جليس هو الكتاب. آخر كتاب قرأته سعاد عياش؟ في الحقيقة كما قلت قبيلة وهي أن بكثرة هاد العولمة وهاد الفضاء الأزرق
كنقرا كما قلت لك، انا عندي شغف بالقراءه الامازيغيه، كنتبع كتاب تاع الامازيغ لقراءاتهم الشعريه الجزليه، وهذا هو الاهتمام ديالي، كنقرا الشعر الامازيغي. تهتمين بالشعر الامازيغي؟ لو قلت لك اعطينا شي ابيات من الشعر الامازيغي، لان راه ممكن مشاهدين من الامازيغ يشاهدون الحلقه، لا باس ان ترحبي بهم بالامازيغيه. الحقيقة كاين قصائد عديدة أمازيغية كنت أحبها منذ الصغر، وكان واحد القصيدة رثاء نتاع الحبيبة اللي ما تزوجش الحبيب ديالها، وانضمت هاد القصيدة كتقول فيها: جي يا دروخ هاد عموخ، جي يا دروخ الدغري نصنان ريخ دروخ أسمون، كتقول خليوني نبكي خليوني نبكي حتى نتعمى، بغيت نمشي للقبور باش نشوف الحبيب. ما شاء الله، حتى اللغة الأمازيغية لغة نعتز بها نحن المغاربة لأنها لغة مدسترة. تأهل المنتخب المغربي إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022. أنا عندي لا الزوج ولا الابن مهتمين بهاد بالميدان الكروي، ولكن كما كتعرف روح المواطنة، ومن كيكون كيلعب الفريق الوطني راه كنتحركوا بالجوارح ديالنا وبالحواس ديالنا كلها، وكنبقاو متبعين، كانت فرحة عارمة. وبهذه المناسبة حنا كنا تبعنا المقابلة حنا وشي بعض الجمعيات باش أنني كنخلقوا هذاك الجو نتاع الفرجة والمتعة. الزيادة في المحروقات وغلاء الأسعار. زيادة في المحروقات وغلاء الأسعار، نتمنى إن شاء الله ترجع المياه لمجاريها ويرجع المحروقات للثمن ديالها اللي كان، لأن هذا مشكل كبير. سؤال أخير هو: ماذا أضاف لك العمل الجمعوي؟ العمل الجمعوي هو خرج سعاد من واحد من واحد الحياة إلى حياة أخرى. أنا سبحان الله مي كنت صغيرة تربينا في واحد الوسط اللي هو عائلي مشبع بالدين، دائما كان كيغلب علينا داك الطابع الديني وداك المؤازرة والتعاون والتكافل، كنت كنقلب له على شي إطار على شي منظومة لأنها تكون كتأطرو. لقيت العمل الجمعوي فيه سعاد، وسعاد بلا عمل جمعوي ما كايناش سعاد. أنا هكا. سعاد عياش، رئيسة جمعية منى للتنمية، شكرا لك على كل هذه التوضيحات، كنت معنا ضيفة خفيفة على قناة فاس تي في أن. نشكرك على كل نشكرك ونتمنى أن نلقاك في موعد آخر. إلى هنا نأتي إلى ختام الحلقة، الشكر موصول إلى كل الطاقم التقني لقناة فاس تي في أن، الإخراج سيدي محمد بن يحيى، تحياتي للجميع ونلتقي في الأسبوع القادم بحول الله.